أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يعدكم مغفرة منه
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله وما للظالمين من أنصار يا ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر أو نذرتم من نذر فإن إن تبدوا الصدقات فنعما هي إن تبدوا الصدقات فنعما هي وتؤتوها الفقراء فهم خير لكم
ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وإن قم الله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداه ليس عليك هداه ليس عليك هداه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء
وما توافقون إلا ابتغاء وجه الله وما توافقوا من خير إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض للفقراء سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما توافقوا من خير فإن الله به عليم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون
يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما توافقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يقولون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه
والشيطان منا بس ذلك بأنهم قالوا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وأحل الله البيع
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين اتقوا الله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم وإن كان ذو عسرة
لا ميسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير تكون يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا صدق الله.